ما أبرز الدول المشاركة في هذا المؤتمر؟ تحدث عن 20 دولة ومنظمة دولية فيما يتعلق بمؤتمر أوزبكستان، ما أبرز وأهم الدول المشاركة؟ دول آسيا الوسطى، دول آسيا الجنوبي، وبعض الدول من الشرق الأوسط، تركيا، إيران هي من الدول المهمة، وبعض الدول من الخليج العربي أعتقد من الدول المهمة المشاركة في هذه المؤتمر، في هذا المؤتمر. وسوف تكون نقاشهم بشأن استمرار الأجواء الأمنية الحالي في أفغانستان، وكذلك كيفية التعاون الاقتصادي والسياسي مع أفغانستان وتطويرها في المستقبل.